أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق المرحلة السابعة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، حيث شهدت فعاليات أول الأيام التدريبية للبرنامج محافظات مطروح والوادي الجديد والغربية، وذلك على التوازي مع استمرار التدريبات في محافظات المرحلتين الخامسة والسادسة وهي الأقصر، أسوان، بني سويف، المنوفية، البحر الأحمر، جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية. وتتنوع الدراسة في البرنامج بين المحاضرات النظرية وورش العمل ودراسات الحالة العملية، مما يضمن إثراء الجانب المعرفي وكذلك صقل المهارات للمتدربات التي يرغبن في تطوير أنفسهن.